البداية أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رشده الله يحفظه، وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي العهد الله يحفظه، وأيضا سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد النهيان أعمال إنسانية، على دعمهم اللامحدود في إنجاح كافة مبادرات مؤسسة خليفة بن زايد النهيان الأعمال الإنسانية سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. مبادرة إفطار الصائم بدأت فيها مؤسسة خليفة بن زايد النهيان الأعمال الإنسانية في عام 2007. في البداية كان التعاقد مع المطاعم، من 5 سنوات صدرت توجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رشده الله يحفظه، وأيضا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي العهد الله يحفظه، بخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. وصدرت توجيهات أن يتم التعامل والتعاقد مع الأسر المواطنة في البيوت، والحمد لله المؤسسة بدأت هاي التجربة وكانت تجربة رائدة، لأنها الأول مرة طبق مستوى العالم أن مؤسسة تقوم بالتعاقد مع الأسر ويتم الطبق في البيوت. فتعاقدت المؤسسة مع حوالي 600 أسرة مواطنة، ويتم توريد يوميا حوالي 60,000 وجبة في شهر رمضان المبارك، أي أن الإجمالي حوالي 1,800,000 وجبة تقدم في خلال شهر رمضان المبارك. المؤسسة ما قصرت فينا، يعني كل شيء أعطتنا، البرسل بلاش، الماي بلاش، التمر بلاش، الألمنيوم والتصدير بلاش، الحمد لله رب العالمين. هذا كل موسى من الشيخ خليفة الله يخليه ويطوله بأمره. يعني طبعا مؤسسة خليفة بن زايد النهيان الأعمال الإنسانية تغطي دولة الإمارات العربية المتحدة بالكامل. سنويا عندنا حوالي 600 أسرة، فلو تكلمنا عن خلال 5 سنوات حوالي يعني خلقنا فرص عمل لأكثر من 3,000 أسرة مواطنة على مستوى الدولة في مجال إفطار الصائم. والحمد لله هاي الأسر الآن بعض الأسر تقوم بتوريد الوجبات لبعض الجهات الحكومية، وأيضا تقوم بهاي الأسر بتوريد الوجبات أيضا في الحفلات والمناسبات العامة. كنا نطبخ كل يوم 200 وجبة في الطبخ، وساعدني بنتي وخلاص تعلمت مني، والحين تطبخ بعد روحها والحمد لله استفادت بعد. هي بعد كانت بعد ما عندها شيء، وخذت الحمد لله مال المشروع ودرسة ماجستير، والحين الحمد لله بتدرس الدكتورة إن شاء الله من مشروع خليفة بن زايد الله يطول عمره وإخوانه ويخليهم يا ربي. أول سنة استلمنا مشروع إفطار صايم كنا متوقعين إن شيء عمل ما نقدر نشتغل فيه، في اليوم نسوي 100 وجبة، في الشهر كم 3,000، يعني كنا مش متوقعين إن بننجح النجاح هذا اللي إحنا اليوم فيه. أثناء استمرارنا في المشروع أول سنة وثاني سنة فكرنا إن المشروع سهل ورد علينا بمردود خير، فكرت إني أفتح لي مشروع طبخ، شفت إن عندي القدرة أفتح المشروع هذا. الحمد لله فتحت المشروع، ومن معرفتي بالناس ومعرفتي بالشيء هذا نجح عندي مشروعي اللي أنا فتحته. بعد ما يتم اختيار الأسر يقوم فريق من مؤسسة خليفة بن زايد النهيان الأعمال الإنسانية وبالتعاون مع الدفاع المدني وأقسام صاحب البلديات في المرج المالية وجهاز الرقابة الغذائية، يقوم الفريق المتكامل بزيارة البيوت والتأكد من جاهزية البيوت وبالذات أمور الأمن والسلامة، وأيضا تم تدريب الأسر على استخدام الطفايات في حال لا سمح الله حدوث أي حريق أو أي طارئ. أهم شيء في المشروع أنهم صراحة يعطونا محاضرات وتوجيهات وايد استفدنا منها في حياتنا، مثلاً المحاضرة اللي أعطونا إياها مالت الإنقاذ وايد استفدنا فيها، ما كنا نعرف يعني هالأشياء كيف لو اللي بقعدنا شيء، أو كيف يعني مثلاً لو حد أغمي عليه أو حد مثلاً هالأشياء كنا ما نعرفها، هم وجهونا لها. إحنا بادرنا في المشروع على أساس أن نقوم بزيارة للمستفيدات من هذا المشروع اللي هن ربات المنازل اللي يقومون بالتوزيع وطبخ الإفطار حق المستفيدين. فجت الفكرة أن نقوم إحنا بتأهيل مسعفين عندنا أو إرشاد المسعفين يصيرون لربات المنازل
يعطونهم دورات توعوية وإرشادية لكيفية التعامل لا سمح الله في حال وقوع أي حادثة في منزل ما. نحن كجهة رقابية من جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية مشاركين هالسنة في مشروع إفطار صائم تابع لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومنها ندخل البيوت المشاركات نشيك على المطابخ ونشوف كيف طريقة تخزين المواد الطازجة، المواد الجافة، مكان التحضير، المطبخ بشكل عام، النظافة، طرق التخزين، درجة الحرارة، البطاقة الغذائية، مكان تحضير المادة الغذائية بحيث أنها هي تكون المادة سليمة. أود أن أشكر كافة الشركاء الاستراتيجيين لمشروع إفطار الصائم الذين ساهموا معنا في إنجاح هذه المبادرة، وأخص بالذكر الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، البلديات على مستوى الدولة، مواصلات الإمارات، شركة أدنوك للتوزيع، إدارة الطوارئ والسلامة العامة، بريد الإمارات، جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. مؤسسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من المؤسسات الرائدة في مجال العمل الإنساني، تفهما من شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك للتوزيع لهذا الدور. كان لنا شرف التعاون مع المؤسسة في هذا المشروع، مشروع إفطار صائم. بادرت أدنوك للتوزيع بالتعاون مع مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية بتوزيع أسماء المواطنات كل حسب منطقتها، بحيث تأتي المواطنة إلى المحطة وتعرف من خلال الهوية باسمها، ويقوم العمال في المحطة بتسليمها الاسطوانة مقابل مبلغ بسيط. بداية مشاركة مواصلات الإمارات مع مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية كانت قبل 6 سنوات، انطلقنا معهم في سنة 2011 بمشاركة 150 حافلة وعدد 170 مشرف يساعدون السائقين على عملية إنزال وتحميل الوجبات الغذائية. دور القيادة العامة للدفاع المدني الحقيقة عبارة عن دورين هامين. الدور الأول اللي هو قائم على موضوع الوقاية واشتراطات السلامة، فقبل شهر رمضان نحن الحقيقة المفتشين عندنا يقومون بزيارات ميدانية إلى هذه المنازل، يتأكدون بأن اشتراطات السلامة موجودة في المنازل وفي المطابخ، هذا رقم واحد. وأيضا يتم تزويدهم بمعدات السلامة من الطفايات، وتدريبهم أيضا على استخدام هذه الوسائل، وأيضا الوقاية في لا قدر الله صار أي حادث كيف أن تم عملية الإخلاء. الأسر المواطنة المشاركة في مبادرة إفطار الصائم لاحظنا أن معظم الأسر الآن الحمد لله عندنا نشاط تجاري، وهذه الأسر تعمل من خلال البيوت، وأيضا لاحظنا هنا أن هذه الأسر حصلت على العقود من بعض الجهات الحكومية، وأيضا على العقود من خلال المشاركة في الأفراح وبعض المناسبات الأخرى. من 5 سنين مشاركة في مشروع إفطار الصائم لمؤسسة الشيخ خليفة، والحمد لله فادني معنويا وماديا، أن سددت ديوني ودرست عيالي، سويت صيانة لبيتي، ودفعت يعني وايد أشياء الحمد لله سويتها، وشاركونا هم في إكسبو في أيام شارقة التراثي، في المعارض شاركونا. أول ما بديت في المشروع وياهم في إفطار صائم الحمد لله كنت يعني قلت هذا الشيء اللي أنا أتمناه، وهذا الشيء بالنسبة لي لأجر فيه طبعا، واستفدت فيه يعني وايد. كانت يعني بدايتي في مشروعي بسيط، لكن بعد ما مسكت المشروع إفطار صائم الحمد لله كبرت مشروعي شوي شوي مع الوقت، والأمور صارت الحمد لله طيبة. أيضا أود أن أشكر الرعاة الداعمين للمبادرة مثل بنك أبو ظبي التجاري، شركة مطارات أبو ظبي، شركة سقيا الإمارات، شركة دولفين، زادكو، جمعية أبو ظبي التعاونية،
مصرف الهلال وأيضا صندوق أبو ظبي للتنمية. خلال الخمس سنوات الماضية النتائج كانت جدا ممتازة. الأخوات المشاركات معنا في المبادرة هاي كل الحمد لله حصلنا على تقدير يا أما امتياز أو جيد جدا، فالحمد لله المبادرة هاي ناجحة بشهادة الجميع. من الأقصى الشريف نشكر آل هيام الشيخ خليفة والأمارات الذين ينظرون إلى الأقصى ويقدمون لنا الأفطار في مسجد الأقصى لجميع القادمين عليها، وشكرا لهم وكل عام وأنتم بخير. من مأكل وغيره، وإن شاء الله أنه يكون دعمهم وصمودهم لما يخدم الأقصى ولما يرضي رب العالمين،
والله يبارك في الإمارات العربية المتحدة في دول الخليج العربي كلها ويعطيهم الخير ودولة الإمارات العربية، وجزاهم الله كل خير عن كل شعب فلسطين، وإن شاء الله بكون عملهم لإرضاء الله سبحانه وتعالى ولصمود أهلنا في فلسطين وتحرير الأقصى من المغتصبين المحتلين، وجزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. I thank the people of Khalifa bin Zayed Foundation, the people of United Arab Emirates for providing iftar today for the people of Masjid Al-Aqsa. They did a very good job. The food was amazing. Thank you very much. يعني الحمد لله رب العالمين، الله يكثر خيرهم والله يزيدهم من نعيمة، إن هم بيساعدوا أهل فلسطين وبيساعدوا الصغار والكبار واليتامى وكل من كل شيء يعني، والحمد لله احنا يعني مبسوطين لهم وبنفتخر فيهم ان بيساعدونا وبيقدموا لنا كل المساعدات وبيهتموا فينا، والله انا مش عارف كيف يعني يعجز الكلام عن شكرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نشكر دولة الامارات على الافطار ودعم للشعب الفلسطيني وبالاخص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أطال الله عمره، وشكرا لكم وشكرا للجميع القائمين على الإفطار في المسجد الأقصى، وشكرا.